أسبوع موسكو الدولي للسينما، خطوة طبعا كانت قد توقفت خلال السنوات الماضية لكنها تعود اليوم بجدارة مع كثير من الأنباء المسعدة للداخل الروسي. طبعا في هذه الفعالية تم دعوة الكثير من المخرجين والممثلين القادمين من الشرق، من العالم العربي، من مناطق أخرى للمشاركة في هذه الفعالية، وعلى ما يبدو أنها خطوة ريم من موسكو كما كانت قد توجهت مع بداية العقوبات إلى الشرق، تتوجه اليوم هي بمواضيع السينما والثقافة. لكن المفرح في الموضوع ريم، يعني موسكو اليوم كانت قد أنشأت في ضواحي المدينة ما يسمى موسكينو، وهي طبعا مدينة إنتاج كبيرة للتصوير السينمائي والمسلسلات بشكل كبير. لك أن تتخيلي ريم، يمكن هناك الوقوف أمام جدار برلين، ويمكن طبعا رؤية مقاتلات من زمن الحرب العالمية الثانية، الدخول في الساحة الحمراء، شوارع موسكو، الكثير من المناطق. لذلك طبعا لم يعد يوجد اليوم عبء لدى موسكو بالبحث عن ما يسمى مكان أو لوكيشن للتصوير للخروج بنتيجة طبعا على يعني يكون مستواها رائع. لذلك كما نلاحظ من الصور هي يعني مناطق مختلفة توجد في منطقة واحدة. وبالمناسبة يعني هي خطوة جميلة جدا للصحفيين، يعني يمكنهم في حال يعني رغبوا بإنشاء محتوى إن كان تلفزيوني أو للسوشيال ميديا التواجد هناك والقيام بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ونشرها بشكل واضح. لذلك طبعا هذا الأسبوع الثقافي يعني تحت عنوان السينما يحمل في طياته الكثير. طبعا كما نلاحظ هو يقام في هذا المبنى وإعلاناته طبعا تنتشر في كافة المدينة، كافة القنوات تتحدث عن هذا الموضوع في الداخل الروسي. وكما ذكرت لك كريم، على ما يبدو بأنها خطوة من موسكو للتوجه نحو الشرق من جديد، لكن هذه المرة بالسينما وليس بالنفط أو الغاز أو غيرها من طبعا ما تنتجه روسيا. لكن ما توجهكم نحو السينما ريم؟ يعني هل أنتم من عشاق الأفلام، وهل شاهدتي فيلما روسيا سابقا ريم؟ أعتقد شاهدت فيلم روسي قبل كده، بس أنا بصفة عامة يعني أعشق السينما القديمة والزمن الجميل، يعني تدري بحكم العمر وكذا. يا ليش عم بتكبري حالك؟